انطلقت فعاليات معرض الفن التشكيلي واللي بيحمل شعار رواد لهم بصمات لأعمال رواد الفنون الراحلين اللي سابوا بصمة في مجال الفن التشكيلي والتطبيقي. المعرض بيتم تنظيمه بإشراف من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وجامعة حلوان. خلينا نتعرف على يعني من هم هؤلاء الرواد وإزاي بيتم تكريمهم وإزاي بنحطهم في برواز مع البراويز أو مع الصور اللي يعني رسموها. بصحبتنا على الهاتف الدكتور ميسون قطب عميد كليه الفنون التطبيقيه بجامعه حلوان. صباح الخير يا دكتوره، واهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. النور، اهلا وسهلا بحضراتكم. ممكن في البدايه نتعرف على الاعمال، من هم هؤلاء الرواد وما هي ابرز هذه الاعمال اللي بيضمها معرض رواد لهم بصمات؟ طبعا احنا الحمد لله في كليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان بنفتخر ان احنا 185 عام من الإبداع، من إنشاء كلية فنون تطبيقية. طبعا 185 سنة، يبقى معنى كده في رواد مميزين طبعا كان ليهم بصمة كبيرة في التخصص وليهم بصمة كبيرة على الخريجين وعلى مجال الفن التطبيقي في مصر عموما والوطن العربي كمان. فالحمد لله يعني كانت الفكرة ان احنا نأرخ ونسجل ونوثق الرواد دول ونأكد وجودهم عندنا في مجال الفنون التطبيقية. طبعا هم كلهم راحلين، فكانت من هنا يعني فكرة المعرض ان يعني كتكريم ليهم وكيعني بنقول لهم شكرا على كل حاجة جميلة عملوها في مجال الفنون التطبيقية. مين هم الرواد بقى؟ عندنا طبعا رواد كتيرة، يمكن منهم أو يعني من أشهرهم طبعا دكتور جمال عبود، دكتور جمال حنفي، دكتور حسن العجاكي، دكتور حسن حشمت، دكتور حلمي الأسمر، دكتور سعيد الوتيري، دكتور سيد أبو الخير، دكتور وجيه عاشور، دكتور طبعا نبيل درويش فنان الخزف العالمي طبعا، دكتور منصور فرج، دكتور سيد غريب، دكتور عزت جمال، دكتور علي متولي، دكتور أدري نخلة طبعا من القمم الكبيرة طبعا، دكتور أحمد بدوي، دكتور محمود شكري. طب وإيه هي الأعمال اللي بيضمها المعرض يا فندم؟ يعني الجميل ان احنا خلينا في الأعمال زي ما حضرتك بتقولي كده نوعنا المجالات. احنا طبعا مجالاتنا متنوعة وكتيرة، بقى عندنا في مجال النحت، في مجال الخزف، في مجال التصميم الحلي والمجوهرات، في مجال تصميم النسيج كمان وتصميم الكليم وتصميم السجاد وتصميم التشكيل بالمعادن والتشكيل النحت. طبعا يعني الحمد لله يعني المعرض كان متنوع شامل، كل الماتيريالز اللي ممكن حضرتك تتخيليها ممثله في المعرض من خلال اعمال الرواد الراحلين عندنا. طيب ابرز المدارس الفنيه اللي ظهرت ايضا خلال هذا المعرض كانت عامله ازاي؟ طبعا في مدارس فنيه كتيره ومدارس كبيره. طبعا زي ما قلت من شويه يمكن دكتور نبيل درويش طبعا فنان الخزف على مستوى مصر والعالم كمان كله، ليه بصمه كبيره في مجال الخزف وتكنيك الخزف طبعا اليدوي اللي شغال اللي كان عامل يعني او يعني كان مميز فيه دكتور نبيل. تنوعت اعماله ما بين حاجات حفر، ما بين حاجات اطباق خزفيه، ما بين قنينات وفازات خزفيه. مدرسه طبعا ده مميزه جدا باعمال وافكار وتكنيك كمان مميز جدا، يمكن دكتور نبيل تميز بيه في نوع الحرقه على الطين طبعا اللي تميز بيه. يعني كانت يعني من المدارس الفنيه المميزه. طبعا عندنا طبعا المدرسه الكبيره طبعا لدكتور محمود شكري فنان الكبير في مجال النحت طبعا، ودكتور طبعا قبلهم بقى طبعا دكتور حسن حشمت طبعا كان مميزين في نحت التماثيل، في نحت المجسمات الفنيه، التشكيل اللي بيمثل مصر الشابه والفتاه المصريه والبنت المصرية. يمكن دكتور محمود شكري برضو مميز في النحت جدا بس في مجال التجريد شوية، وان هو الاعمال بتاعته فيها بعد رمزي. احنا عندنا عظماء في النحت، يعني بنتكلم على 185 سنة، ده خليني اقول ده تراث، تاريخ واجيال. احنا الكلية انشأت سنة 1839، يمكن كانت من ايام محمد علي اللي انشأها طبعا، اللي انشأ فكرة الكلية وفكرة الفنون التطبيقية علشان تلبي احتياجات الجيش واحتياجات البلد من الدروع، الميداليات، النسيج، الزي، الملابس.
فكان دي فكره انشاء الكليه يعني. التراث ده ازاي المعرض بيحافظ على التراث ده والتاريخ ده ازاي يعني فكره المعرض هل هي الحفاظ على هذا التراث؟ يعني احكي لنا اكتر يا دكتور. هي طبعا فكره المعرض يعني كانت فكره مشتركه طبعا مع دكتور مروه خفاجي وكيله الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، ان احنا كنا حابين يعني نكرم الرواد دول بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيليه طبعا تحت اشراف دكتور وليد قنوش، والمعرض كله طبعا برعايه دكتور سيد انجيل رئيس جامعه حلوان. فكان يعني كان توجهنا يعني كلنا طب احنا خلاص هنعمل معرض لاساتذه الفنون التطبيقيه، فقلنا طب دي يعني فرصه ان احنا نعرف الاجيال الجديده، اجيال الوسط واجيال الشباب بقى الصغيرين، المعيدين الطلبه الدكاتره الشباب اللي هم يعني ما عاصروش طبعا الاجيال دي ولا حضروها، فقلنا تبقى فرصه كويسه ان احنا نعمل حلقه وصل كده ولينك مباشر ما بين اعمالهم كتجارب فنيه مميزه وما بين اعمال ومن الشباب دول، ان هم يبقى فرصه للاطلاع ان هم يجوا. دكتور بيسون، هل الجيل الجديد ماشي على نفس نهج العمالقه دول؟ هو طبعا الاساتذه الرواد الجميل بتاعهم ان هم طبعا كانت الامكانيات قليله والخامات مختلفه والدنيا طبعا كانت بالنسبه لهم ابسط بكتير جدا، ومع ذلك طلعوا تكنيكات وتجارب فنيه مميزه جدا. احنا كل بيستغرب التكنيكات دي والاساليب الفنيه الغير تقليديه دي طلعت ازاي وظهرت ازاي في ظل قله الموارد. احنا بنقول عليها انتيكس، يعني احنا بنشوف الانتيكات وبنشوف الحاجات اللي اتعملت في الفتره الملكيه. لو حضرتك بتقولي ان المعرض اتعمل من ايام محمد علي، فالحاجات بقى اللي من بعد كده يعني يعني بتبقى قمه الروعه. طب احنا يعني في المعرض ما سلطناش الضوء ايضا على يعني الاباء المؤسسين زي ما بيقولوا، اللي هم يعني لو الكليه انشئت من محمد علي وكان فيها اقسام للنسيج وللخزف وللنحت ولكل الوان الفنون التطبيقيه، ما سلطناش الضوء على ده ايضا في خلال فعاليات المعرض؟ هو طبعا يعني زي ما قلت، هو المعرض هو توثيق تاريخي لفترات زمنيه، وكل فتره يعني فتره العشرينات، فتره الثلاثينات، فتره الاربعينات، كل فتره كان ليها ستايل في الشغل. الستايل يعني ايه؟ يعني كانت احيانا المدرسه القديمه خالص مثلا كانت تاخد الشكل الشكل الطبيعي وتوصل لنا الاحساس، توصل لنا الاسلوب التعبيري في الشغل. فلما بشوف الاعمال الفنيه بحس فيها بروح الفنان قوي، بستايل الفنان، بالطبعه الطبيعيه او او الشكل الطبيعي للتصميم، لمحاكاه الطبيعه. يمكن كل فتره زمنيه هنلاقي ليها توجه مختلف، وزي ما قلت يمكن من روادنا القدام، بس في بعض الاساتذه طبعا اتجهوا للاساليب التجريديه، بعض اساتذه الاساليب التعبيريه اكثر وهكذا. طبعا ده تبعا لتوجه الفتره الزمنيه، الحقبات المختلفه، وده ظاهر قوي في المعرض من خلال زي ما حضرتك قلت في الاول، كل فنان ليه يعني ليه مدرسته الخاصه. يعني في الحقيقه الفنون التشكيليه والتطبيقيه بشكل عام هي من ارقى الفنون، يعني فعلا بتجسد كده حقبه زمنيه بيعيش فيها الفنانين اللي بيمثلوا الحقبه دي، وعندنا رواد في مصر احنا محظوظين بيهم في الحقيقه. شكرا ليكي دكتوره ميسون قطب، عميد كليه الفنون التطبيقيه بجامعه حلوان.